مكملين وياكم متابعينا الكرام من مدينة نابلس ومشوار الأوائل والمتفوقين ومتفوقة جديدة ومتميزة الطالبة صبا جهاد شرف الحاصل على معدل 99.14 في الفرع الأدبي. هذا التميز والإبداع اليوم احنا عم بنشوفه أكيد بابتسامة صبا، ما شاء الله عليك، ألف مبارك. شكرا كثير، يعني كنت عن جد يعني يوم فظيع ونفسي أعيده بكل تفاصيله بجد، والمعدلات بتجنن وكلنا انبسطنا بشكل عام عن جد، يعني يعني احسن من اللي كنا متوقعينه. انه انا كنت حاطه هذا الرينج الصراحه، يعني 99.4 99.5 يعني 99.6 ممكن، بس انه يعني 99.4 بتجنن. طبعا اكيد ما شاء الله عليك مبدعه والمعدل ايضا رائع جدا. صبا كنت متوقعه، وعفوا يعني كيف كانت ليله النتائج بالنسبه لك؟ توتر، تفكير مع العيله، كيف عشتوها هالليله؟ يعني اكيد اكيد توتر. هو انا الصراحه يعني قالوا لي كثير من السنه الماضيه رح تتوتروا ورح مش رح تعرفوا تناموا ورح تفيقوا الصبح تفكروا انه خلص كل الدنيا قاعده هلا بدها تعرف شو بدكم تجيبوا، وهيك حسيت فعلا عن جد، لانه يعني الكل بيستنى والكل عن جد يعني حابب يعرف انه شو جبت وشو عملت وده يفرحوا لك وهيك، فانه عن جد يعني كان الاشي كثير بيوتر، بس انه خلص اول ما طلعت النتيجه يعني ارتياح فظيع، وهيك عن جد الواحد بحس انه كل التعب اللي تعبه يعني هيو في اشي، يعني في اشي عوض في نتيجة، فهيك كان الشعور الحمد لله. بالنسبة للمرحلة القادمة هل في تخصص ببالك وليه هذا التخصص ممكن اخترتيه؟ تمام، هلا انا لما فتت ادبي انا كنت عارفة انه انا المجالات اللي انا رح ابدع فيها ورح احس حالي مرتاحة فيها ويعني قريبة من شخصيتي اشياء زي القانون، صحافة، اعلام، انا بحب اعبر، يعني بحب احكي، بحب هذا الشغل يعني. فبس يعني اكثر شيء عم يعني صفيت عليه بالاخر هو القانون، لانه حابه يعني بعدين ان شاء الله انه اتخصص قانون دولي، اقدر اشتغل بالامم المتحده بهاي المنظمات الكبيره اللي تقدر عن جد انه تعمل تغيير، او اللي هو يعني زي القانون التجاري، الشيء اللي له علاقه بالشركات، برضه بحس انه له شغل منيح. أكيد نحن نتمنى لك كل التوفيق صبا، وإن شاء الله بنشوفك أستاذة كبيرة، وأيضا مثل ما طموحك ومثل ما في أحلامك كمان هي إن شاء الله بتتحقق. أنا كتير سعيدة بطموحات الطلاب اللي عمالنا بنسمعها، وبدنا ننتقل لوالدة صبا اللي أكيد هي اليوم سعادتها وفرحتها غير شكل. ألف مبارك خالي. الله يبارك فيك حبيبتي، الله يسعدك. قديش اليوم سعيدة بصبا؟ بتستاهل صبا، يعني هي اسعدتنا كلنا، بتستاهل، وهي تعبت على حالها، احنا صح تعبنا بس هي اللي تعبت بالاكثر، بتستاهل صبا. يعني انا بتمنى كل الاميات يكون عندهم زي صبا، يعني بالعكس احنا كنا نقولها ماما شوي على حالك خففي، لا هي كانت حاطه هدف ووصلت له. صبا بعدين شخصيتها وكاركترها كله يعني ما بتستاهل الا تجيب اعلى شيء، دائما عندها كان هدف وتوصل له. يعني سافرت على امريكا، كانت ظروفها صعبه، انحجزت في يس وقصة الكورونا وهيك، ومع هيك فاتت توجيه متأخر ولحقت، وكانت لكن عارف الهدف، كنا تفاجأنا أنها تبدلت من علمي لأدبي، لكن أنا وافقت لأنه عندها هدف خلص يعني كان واضح، وأبدعت أبدعت جدا، وعن جد صبا بتستاهل، هي فعلا تعبت ما شاء الله عليها وما شاء الله عليك أيضا. طب خالته يعني بهذه الفترة، وحكيت يمكن شوي كان في ظروف مزعجة، كيف كنت كوالدة لإلها داعمة مساندة؟ إيش ممكن أكثر الأشياء اللي كنت تنصحيها لصبا وتقدميها كوالدة لإلها؟ إن قدامك هدف لازم نوصل له. لما طلعتي على أمريكا وأنت كنت طالبة ومش عارفة تعبري عن مشكلتنا وعن وضعنا وقضيتنا، هي أجت بالأكثر بتقول لي أنا خلص حددت قانون أو صحافة عشان أنقل قضيتي أكثر، فهي كانت شخصيتها هيك، فقلت لها حطي الهدف هذا قدامك انك انت ما تكوني انسانه عاديه. وهي صبا كمان لعبت كاراتيه، كانت انسانه كمان مميزه، فخلص بس ان احنا نعطيها، هي عندها الحمد لله قياديه، شخصيه قياديه، يعني اشتغلت عليها من الصغر لوصلت لهي المرحله، وهي بتستاهل كمان ما شاء الله عليها. ان شاء الله دائما بتضلي فخوره فيها وبتضل ابداعاتها وتميزها بالتاكيد من اعلى لاعلى ان شاء الله. يعني كنا واياكم مع صبا الاكثر من رائعه بهذا التميز وهذا التفوق، بالتاكيد الداعم والشريك لمرحله الثانويه العامه لصبا والدها. الف مبارك عمو. الله يبارك فيك يا رب، تسلم. الله يخليك عمو، قديش اليوم انت سعيد بصبا وقديش فخور بالنتيجه اللي حققتها ما شاء الله على مستوى الوطن وعلى مستوى المحافظه ايضا؟
يعني ممكن أعتبرها أجمل لحظات حياتي بعد لحظات زواجي من مأنس. أها الله. ولا بلا هذه بلا أحس فيها يعني أخرجي هاي من النص. تمام تفضل عمو. قديش اليوم سعيد أنت؟ جدا سعيد، سعادتي لا توصف. الحمد لله. يعني أكون واضح وصريح، هي ساعدتنا وإحنا ساعدناها. صبا منظمة بتفكيرها، صبا منظمة بطموحها. يعني بداية التوجيهي كنت خايف من صبا وخايف على صبا، كنت معتقد انها يعني مش عم تدرس، يعني مش متابعة، لكن اكتشفت انه كل شيء عندها ببرنامج، منظمة مخها، منظمة وقتها، منظمة طموحها. حتى يمكن لو تفوتوا على غرفتها كانت حاطة ورقة عليها ولدت في فلسطين، ولدت فلسطين من اول السنة. يعني كنا نتمنى ذلك، بس الحمد لله يعني احنا سعداء بهالنتيجة، ومش حقلل من جهدها، بالعكس هي بالنسبة لي أعطت كل إمكانياتها وكل طاقتها، ما شاء الله. وأنا خلفها بطموحها وين ما حابة توصل. وين نعم. إيش اليوم بتوجه رسالة لصبا؟ إيش بتحكي لها؟ بوجه لها رسالة إنها تكون يعني هادئة بتفكيرها باختياراتها، تدرس احتياجات السوق الفلسطيني من حيث الدراسة. هي مبدئيا طموحها حقوق وتكمل قانون دولي. نعم. وتحديدا حابة تدرس قانون دولي باللغة الإنجليزية، مرتبط الموضوع عندها بعقليتها في موضوع القضية الفلسطينية ومناقشتها على المستوى الدولي. يعني طموحها كبير شوي، بس أنا معها. وين طموحها حابة؟ أنا معها. حابة تدرس شيء تاني؟ أنا معها. حابة تستمر على الحقوق؟ أنا معها. وين هي؟ أنا معها. إن شاء الله دايما بتكون معها ومرافق لإلها بكل لحظات حياتها. مبارك مرة أخرى لك وللعائلة، لعائلة صبا المتفوقة بمعدل 99.4 في الفرع الأدبي. كنا وإياكم بهذا التميز وهذا النجاح، والمزيد من هذا التفوق وهذه النجاحات بتأكيد عبر شاشة الفجر.